مشاهدينا الأكارم، بعد تلك المشاهد من حرم الإمام الحسين سلام الله عليه وشاهدنا تلك الأكف التي رفعت في ضريح الإمام الحسين وهي تتمنى أن تتحقق جميع أمنياتها وحوائجها. جميل أن يكون لدى الإنسان بعض الأمنيات التي يتمنى أن تتحقق، ولكن بعدم تحققها لا يعني معناه نهاية الحياة، ولكن ليكون هو دافع وحافز لنكون أفضل. ولنا في أهل البيت سلام الله عليهم وفي الأنبياء والصالحين الكثير من العبرة، فذلك النبي يوسف عليه السلام وصل إلى نهاية الكمال، الكمال المادي بأن أوتي الملك، والكمال العقلي بأن وهب العلم، والكمال الجسدي بأن أعطي نصف الحسن. ثم كانت أمنيته بعد كل تلك الكمالات وما أعطي من أمنيات: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لتكن جميع أمنياتنا إن شاء الله وبإذن الله تعالى أن نكون على الدين القويم، وأن يكون كل سعينا في هذه الحياة هو فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ورسوله. أهلا بكم مرة أخرى، وأهلا بكل اللي انضموا ويانا لمتابعة هذه الحلقة من صباح كربلاء. كل اللي نحتاجه في بداية الصباح هو رسالة سعادة تدعمنا وتخلينا أنه نقدر نقاوم في حياتنا ونقاوم صعوبات هذه الحياة. اليوم رسالتنا تحمل عنوان: لا تقلق. القلق يزعجك من الماضي ويخيفك من المستقبل، وأيضا يضيع عليك الحاضر. القلق يقبض القلب ويعبس الوجه ويطفئ الروح، وأيضا يضايق الصديق ويشمت بك الحاسد. فلا تقلق، فالقلق يزعزع ثقتك بنفسك. أيضا ضع أمامك الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كل ما نحتاجه هو أن نضع ثقتنا العالية بالله سبحانه وتعالى حتى نقدر نتجاوز أي محنة نقدر أو أي محنة نمر بيها. فقط المعلومة اللي حابين نوصلها من ناحية القلق: القلق إذا كان بسبب ذنب أذنبنا، خلينا إنه نندم على هذا الذنب ونستغفر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان القلق بسبب خطأ ارتكبناه مع أي أحد، خلينا نبادر ونصحح هذا الخطأ. أما إذا كان الخطأ أو كان القلق بسبب غياب غائب أو بسبب انتظار، فلنصبر وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعطينا القوة حتى نتجاوز هذا القلق، ولا نجعله أنه يضيع علينا حياتنا بالكامل. فإن الله سبحانه وتعالى دائما موجود معنا ودائما يسمع أصواتنا، فكل ما كنا مؤمنين صابرين كل ما كانت استجابة دعائنا أسرع. إذن لا تقلق، خلونا نشاهد وياكم لقطات من الطبيعة ثم نعود مرة أخرى. Thank you.
يقال بأنه البعض لديه بعض الأمنيات، ويقول أنه هذه الأمنيات أعلقها في السماء، عسى أنه في يوم من الأيام تهطل بفرح وبغيف من السعادة بتحقيقها، وبإذن الله تتحقق جميع الأمنيات. المشاهد اللي شاهدناها قبل قليل ربما تكون واحدة من الأمنيات اللي البعض يتمنى تحقيقها، وإن شاء الله هي موجودة وفي كل مكان موجودة السعادة وزاوية سعيدة في حياتنا، ولكن نحتاج إلى أنه ننظر إلى تلك الزاوية. أيضا مسألة السعي بتحقيق الأمنيات مهم جدا. ذكرت سميتي قبل قليل مسألة القلق. القلق يعني ممكن يكون سبب، ممكن يكون إيجابي. جيد لما يكون القلق حافز حتى يخليني أقلق وأستمر وأحقق ما يعني اللي أتمنى تحقيقه. هو احنا ليش يعني اختارنا المخرج انه لقطات الطبيعه انه تكون من بعد فقرات رساله السعاده؟ لان دائما انه لما تتاملين بالمناظر الطبيعيه وتشوفين خلق الله عز وجل، راح يسحب من عندك الطاقه السلبيه. صحيح. يسحب من عندك الملل او الشعور الكئيب اللي موجود. نقطه مهمه كلش انه احنا ذكرنا في رساله السعاده انه موضوع القلق، اذا كان القلق بسبب ذنب، يعني إذا أنا قلقت وهذا القلق يصب في مصلحتي، فخلي جميل. أبادر مباشرة وأتخلص من هذا القلق بالحلول اللي هي صحيحة. قلنا إنه الذنب نستغفر الله سبحانه وتعالى، نندم على هذا الذنب. إذا كان بسبب خطأ مثلا، أي خطأ ارتكبناه، خلينا نبادر نصحح هذا الخطأ. هنا راح يكون القلق الإيجابي اللي ذكرتي. بينما إذا كان قلق على طول إحنا نقلق ومن كل صغيرة وكبيرة، هالشكل ده نحمل نفسنا، يعني مرات يعني نحمل أثقال مع أثقالنا وهالشكل نأذي حالنا. يعني الآن نبهتيني، مرات يعني تقريبا المفروض نقلق باللي على الأشياء اللي أنا أقدر أتحكم بها. يعني في بعض الأحيان يكون عندي قلق وخوف على أنه شخص كبير أنه يتمرض، أو أنه أخاف يتوفى، أو أخاف أبنائي يتعرضون إلى حادث. هذه الأمور حتى وإن أنه راح أقلق بسببها، ما راح أقدم بها شيء. لازم يكون توكل على الله سبحانه وتعالى. أقلق على الأشياء اللي أنا ممكن أنه أقدر أتحكم بها. ذكرتي أيضا مسألة لطيفة أنه في تأمل النباتات والطبيعة بطاقة إيجابية، ولكن اللي يتأمل جدا يعني بهذه النباتات راح يشاهد بعض الأشجار ما تكون مثمرة وما تكون خضراء على طول السنة. لابد ما يجيها وقت أنه تتساقط هذه الأوراق وتذبل هذه الأوراق وترجع من جديد، راح تزهر وتطلع أوراق أحلى من اللي كانت سابقا. حياتنا كذلك ممكن تمر علينا لحظات، ممكن تذبل بعض الأمور بحياتنا، ممكن تتساقط بعض الأمنيات ما تتحقق، ممكن نخسر أشخاص، ممكن بسبب موقف أو بسبب وفاة، أو ممكن بسبب سفر راح يترك فراغ بحياتنا. ولكن هل هذا الفراغ راح يبقى فارغ؟ ما راح تكون نهاية، راح يجدد الحياة. يعني راح يجدد. لابد أنه تجي يعني ناس جديدة تدخل بحياتنا. يعني أذكر يوم أمس كانت عندي شفقة جميلة ولطيفة بالأعداد، اللي هي واحدة من الأمور اللي تدخل الإيجابية لحياتنا. المنزل لازم نتخلص من عنده من الكركبة. أيضا نفس الشيء أصدقاء بحياتنا والناس اللي بحياتنا والأشياء اللي بحياتنا. نتخلص من العلاقات السلبية. أحسن، خلينا نتخلص من بعض الأشياء السلبية حتى أترك مكان. مرات أنا ألقى صديق بس ما عندي مجال أنطي، لأن أنا حياتي ووقتي مخصصة لأشياء وناس يمكن ما يستحقون. يعني هسه اللي فهمته من كلامك إنه أنا لازم أخلي حياتي كلها علاقاتها سليمة. بحيث إنه لا يكونون أشخاص أصرف طاقتي عليهم. لا تروح طاقتي على أشياء مو صحيحة. حتى بالنسبة للأمور هسه إذا تردين تحكين عن القلق، أنا لا أخلي إنه كل أعصابي تتعب وكل يعني مثل ما نقول إحنا طاقتنا كلها تضعف بسبب قلق على أشياء ما تستحق. صحيح. خل أخلي كل شيء بمكانه. هذا ما نقدر نحصله إلا إذا توكلنا على الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان إيماننا بالله سبحانه وتعالى أكبر. يعني هسه يمكن اللي دي يسمعنا يمكن يتصور إنه إحنا مثلا مثاليين 100% وما نقلق. لا بالعكس، إحنا هم نقلق، لكن إحنا نتقوى بالمشاهدين ومشاهدينا أيضا يتقوون بينا، حتى نقدر نكون بالصورة الصحيحة، نقدر نقول إنه حياتنا ماشيين بيها بطريق صحيح. ووحدة مثل ما